ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. انتشر فيديو صادم عبر العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعي من خلاله صاحب محل تجاري بحي سبتة بمدينة الدار البيضاء تعرضه للشطط في استعمال السلطة من قبل قائد المنطقة. وحسب ما يظهر في الفيديو، فقد قام شخص بزي النظام بالعبث بالسلع المعروضة في الخارج ورميها على الأرض في مشهد صادم. الفيديو تداوله العديد من النشطاء الذين تباينت آراؤهم حول من استنكر هذا الفعل، وخصوصا أن صاحب المحل التجاري يؤكد حسب قوله أنه يتوفر على جميع الوثائق التي تسمح له باستغلال الملك العمومي. وفي المقابل اعتبر آخرون أن ما قام به القائد يبقى في إطار عمله في تحرير الملك العمومي. وبين القولين طالب آخرون بضرورة فتح تحقيق حول الموضوع وترتيب الآثار القانونية على ذلك. السلام عليكم، الله يجازيكم بخير. بغيتكم تشوفوا معايا هذا الفيديو. هذا محل تجاري وسط من القيصرية ديال سباتة. واحد القائد ديال المقاطعة كيجي ليه عديد المرات، عنده شي مشكل معنا، كيجي كيشتت لينا السلعه وكيتكرفص علينا وكيجي مع الصباح بكري. هو غيبان لكم الان شنو كيدير لهذا المحل وشنو كيفاش كيضيع النعمه ديال الله عز وجل. كيخلط السلعه كيشتتها ضايع. حنا كندعيو الله عز وجل، كيجي مع الصباح بكري ما كيدخلش لهاد القيصريه اللي كتعمر من مع 11 ومع 12 بالطوابل وبالكراراس وبداك الشيء، وكتسد كيجينا بكري باش يتعدى علينا وباش يتكرفص علينا. ها انتم كيبان لكم شنو كيدير. ها هو ما عرفتش شنو المشكل ديالو. وهداك السيد اللي معاه راه مقدم، شو كيحاول يتنيه على العمل اللي كيدير، ولكن هو عنده راي اخر. شو واش كيدير، شوف واش كيدير. ما عرفتش الا كانت مزاولة المهام ديالو بهذا الشكل، ما عرفتش. حنا كنخلصوا الضريبه ديال لاطيراس في الجماعه وكنديروا نديو الضرائب ديالنا، وهذا السيد كيجي كيتكرفص علينا وكيتعدى علينا دائما. هذا الفيديو الثاني اللي مصورينه، وديما كيدير هذه الحاله لهذا المحل. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.